شيخ، أنا عندي 3 أسئلة. يا ستير. ها يا شيخ، أنا من عشاق المصارعة يا أخي، إيش أسوي؟ نعم يا أختي. أنا أحب أتفرج المصارعة ومن أشتاقهم، يعني أتفرج كثير المصارعة. وليه إن شاء الله؟ جنكيز خان أنت؟ ليه تشوفي المصارعة؟ ليه؟ يعني فاز فلان على فلان، وش استفدت؟ تحملين الكاس عنه؟ ما يجوز. أولا لباسهم ما يحق لك أن تنظري. ها؟ ما دون يعني عورة، هذه مسألة. ثانيا يعني مصارعة أنت وش لك؟ أنت تشوفي برامج الطبخ بارك الله فيك يا أبرك. اشتكى عينه اشتكى كله. وإذا اشتكت يده اشتكى كله، سبحان الله. إذا الاهتمام بأحوال المسلمين ومعايشة آلامهم وآمالهم والحرص على إيصال ما أمكن من الخير إليهم ودفع ما أمكن من الشر عنهم، هذا من صميم الإيمان الذي هو جزء من عقيدة الولاء والبراء. الله سبحانه وتعالى قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فيجب على المؤمن أن يحب الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويحب كل ما يحبه الله ورسوله من الأشخاص وهم أهل الإيمان والأماكن والأعمال والأقوال. هذا معنى الولاء، هذا هو معنى الولاء، يتضمن الحب والنصرة لأهل الإسلام. ولذلك الذي لا يبالي بما يحصل للمسلمين من مصائب وكوارث وحروب وظلم وهو مشغول والعياذ بالله بدنياه عن يعني شؤون إخوانه والتألم لآلامهم، هذا دليل نقص إيمان.